بص، خلينا ما نحكمش على التجربة من بالكلام. كابتن حسام خد فرصتين قبل كده وتولى المسؤولية ونجح مع النادي الأهلي، مفيش مانع ان هو ياخد فرصة تانية ويشتغل مع النادي الأهلي. كابتن حسام من الأسماء الكبيرة والأسماء القوية في عالم التدريب في مصر، وما كانش يبقى في مانع ان انا ادي ناس تانية، يعني كان ممكن اجيب كابتن حسام واجيب معاه ناس تانية. طبعا كابتن احمد ايوب ما شاء الله كويس، سيد طبعا ما شاء الله، بس انا كان لازم احط كابتن ربيع معاهم، ازق كابتن ربيع ياسين، يعني اسم كبير واسم قوي جدا وما خدش حقه في النادي الاهلي. انت حتى لما بتجيب حتى جنيه ما بتدوش. وبرده كابتن اسامة عرابي من الاسماء القويه جدا اللي كانت موجوده في النادي الاهلي، واللي انا تالي ما خدش فرصه في الفتره اللي تولى فيها. كابتن علاء ميهوب من الاسماء الكبيره اللي انا شايف ان المكان اللي هو خده طبعا مكان كويس وبتاع، بس انا شايف كابتن علاء في الملعب هيبقى احسن كتير قوي من انه يبقى قاعد بره يعني. فاستفاده بكابتن علاء ان هو موجود في الملعب هيبقى ليه قيمته اكبر. وليد صلاح الدين من الاسماء الكبيره، مش عارف ازاي لغايه دلوقتي هو بره النادي الاهلي. محمد عماره، في اسماء كتير قوي كان المفروض يخشوا يعني، انما بالتوفيق لكابتن حسام ممكن في ظهره يعني.